السلام عليكم. تبدو اللحظة السياسية الراهنة مختلفة تماما بعد عام من الحرب. حتى المعطيات العسكرية التي غيرت كثيرا من الوقائع في اليمن بدت ظاهرة للعيان في تأثيرها على السياسة أكثر من أي وقت مضى. التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في اليمن بعد عام كانت بالغة الفعل والتأثير، وشهدت تفاعلات إقليمية ودولية غير مسبوقة منذ قرن على الأقل. فقبل عام من الآن كانت العملية السياسية قد تحولت إلى معادلة صفرية خاسرة أمام واقع كان خاليا تماما من السياسة باستثناء التصريحات، وكان كل ما في الأمر انقلاب اختطف الدولة والحكومة والسياسة والشأن العام، وأهان آخر معالم النظام السياسي الجمهوري ممثلا بدار الرئاسة الجمهورية، وأمر الطيران بالتحليق والقصف لقصر المعاشيق في عدن. إذا ما تبعنا التحولات في الخطاب والتوافق بعد سنة من الحرب وقرأنا أبعاد التقارب المعلن بين الحوثي والمخلوع سنجده واضح، وسنجد أيضا في البعد الآخر أن عام الحرب بدأ بالدعوة الأممية وانتهى بها، وسنجد أيضا موقف الشرعية الأكثر تمسكا بالسلام طيلة المفاوضات، بينما نجد الطرف الانقلابي الذي يظهر في التصريحات التي تعبر عن الاستجابة لدعوات السلام وتناقضها أصوات السلاح الموجه ضد اليمنيين على الأرض. مواقف دولية كثيرة تغيرت خلال عام الحرب، وهنا نتساءل ما الذي طرأ على المشهد السياسي للبلد خلال هذا العام؟ ما أبرز التغيرات في الخطاب والموقف؟ وما الذي حدث بالنسبة لطبيعة التحالفات السياسية المحلية والإقليمية حول التغيرات في الواقع السياسي وأبعاده المحلية والإقليمية والأممية بعد عام من الحرب؟ ستكون حلقتنا لهذه الليلة من المساء اليمني، ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الحزم الذي أملته الضرورة واستدعاه السلام هو الحزم الذي جاء به تحالف عربي عسكري واسع النطاق بقيادة المملكة العربية السعودية عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل. مؤشرات نجاح هذا التدخل برزت منذ اللحظة الأولى، فقد مثل هذا التدخل ردا حاسما وفوريا وغير متوقع من قوة إقليمية هي المملكة العربية السعودية ومن ورائها 10 دول على مخطط مدروس لفض الشراكة السياسية في اليمن، تأسيسا على حسابات جهوية ومذهبية وفي سياق ترتيبات أشرفت عليها إيران الطامحة إلى تأسيس وجود لها في منطقة بالغة الأهمية للأمن الإقليمي العربي. أربك هذا التدخل حسابات الإنقلابيين إلى حد بدا معه إصرارهم على البقاء في المواجهة انتحارا لا يبرره إلا استهتار قادتهم بالدماء التي سفكت وتسفك على مذبح مغامرتهم السلطوية القاتلة. أقل من 4 أشهر تمكن خلاله التحالف العربي من استعادة ثاني أهم مدينة في اليمن وأكبر ميناء في البلاد هي مدينة عدن بواسطة وحدات عسكرية وطنية مدربة وبإسناد من قوات التحالف. كان هذا هو المؤشر الأكثر قوة على المسار المنتصر للمعركة، فقد توالت بعده الانتصارات باستعادة ثاني أهم قاعدة جوية في البلاد هي قاعدة العند ومضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. في ختام عام من عاصفة الحزم وإعادة الأمل تشكلت النواة الصلبة للجيش الوطني الذي يتولى اليوم حسم المعارك في أهم محاور المواجهة في مأرب وتعز وميدي والجوف وفي صنعاء. إنجازات عسكرية أعادت أكثر من 1/3 أراضي البلاد إلى كنف السلطة الشرعية وفرضت الاستسلام على الإنقلابيين. وقبل هذا وذاك تمكنت من التحييد الكامل لدور إيران التي لم تعد تمارس هوايتها المفضلة في إيذاء اليمن إلا عبر الإعلام والتهريب. على إيقاع هذا التدخل جرى تقويم المسار السياسي من هيمنة كانت تفرضها الميليشيا على الأطراف السياسية إلى مشاورة تتمحور حول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2116، وهو القرار الذي يخرج الإنقلابيين من المعادلة العسكرية ويبقيهم طرفا سياسيا مجردا من المخالب. تمسكت الدولة ومعها التحالف العربي بمنطقة السلام في مقابل تعنت واضح من الإنقلابيين بلغ حد الاستهتار قبل أن تتكفل القوة العسكرية بتقويم هذا السلوك وتجبر الإنقلابيين على الإذعان في مواجهات الحدود وعلى القبول غير المشروط بقرارات مجلس الأمن. ينظر اليمنيون بأمل كبير إلى التحالف العربي الذي أردف عملياته العسكرية بأوسع تدخل إغاثي وإنساني، ويتطلعون إلى أن يتحول هذا التحالف إلى صيغة شراكة بناءة بين اليمن وجيرانها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية تسد كل الثغرات التي تنفذ منها المهددات. إذا مشاهدينا الكرام لمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الزرقة. مساء الخير أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا وسهلا نور. أستاذ أحمد، يعني هناك سلام وهناك حرب وهناك سياسة، هذا المثلث الذي ربما المتحكم الأساسي في مسار اليمن خلال عام من الحرب، ما هي آفاقه برأيك؟ ربما عام من الحرب وعام ونصف من سلب الدولة وسقوطها وضع الكثير من النقاط على الحروف، كشف مدى هشاشة النخبة اليمنية، مدى هشاشة أيضا الحكومة وعدم قدرتها على الإمساك بتلافيف الملف اليمني بشكل عام، أيضا كشف مدى سوء المشروع الذي يحمله المخلوع صالح، وأيضا الميليشيا ومقايضتهم حياة اليمنيين بالحرب وبقائهم في السلطة أيضا بأرواح اليمنيين. أيضا كشف أن المجتمع الدولي لم يعد يهتم كثيرا باليمن، أصبحت اليمن ربما في ذيل قائمة اهتماماته، تراجع الاهتمام بها بشكل واضح، ربما بسبب أن الملف طال. أيضا لم تنتج الحرب نخبة يمنية جديدة قادرة على أن تقول للناس ماذا يحدث، أن تطمن، توصل رسائل إيجابية. ربما كان هناك اندفاعات كبيرة جدا من الشباب اليمني، من المقاومة، من حاولت أن تتمرد ربما على جزء من الوصايا، على ربما جزء من أهداف القوى المتحاربة، على جزء أيضا من الحسابات الحساسة لدى أيضا الدول التي تشارك في التحالف. التضحيات هذه تذهب للأسف إلى الفراغ ربما، أو هكذا يراد أن تصور إلى الفراغ، لكن هي تؤسس ربما لمرحلة جديدة من يعني العمل السياسي والعمل في الميدان. ما يحدث أنه ترك الميدان والشارع اليمني بمعزل، ربما تحت رحمة الميليشيا، تحت رحمة العمل العسكري البحت، لم يجد هناك صوت يستطيع أن يقول أوقف الحرب، لأن لدينا مشروع آخر بديل عن الحرب. سنتحدث عن الحلول السياسية التي وضعت ولم ربما تؤتي ثمارها، ولكن أستاذ أحمد، أنت تحدثت عن هشاشة النخبة اليمنية كما أسميتها، هل تعتقد أن هذه الهشاشة هي ناتج عن الانقلاب؟ هل يعني الانقلاب أظهر أسوأ ما لدينا، أم أن الأمر كان يمكن أن يكون بشكل أفضل إن لم يحدث مثل هذا الانقلاب؟ ربما الانقلاب هو جاء نتيجة للفشل، الفشل في إدارة المرحلة من بعد ثورة 2011 بعد الدخول في التسوية. كانت أطراف المعادلة السياسية تشير إلى أن هناك خلل واضح، لا يمكن بناء المستقبل بأدوات من الماضي. استمر الماضي في التحكم بمسار حياة اليمنيين، استمر أيضا القوى المنبثقة من رحم الماضي، استمر القاتل الأساسي أو الفاعل الأساسي موجودا في الساحة ويتحرك ويناور. هل يمكن أن نحمل شباب الثورة جزء من هذا الفشل بحكم أنهم ارتضوا وجود هذا الجزء من الماضي؟ الحديث عن شباب الثورة ربما هو فيه مبالغة كبيرة جدا، أنه تحمل طرف لم يصل إلى السلطة أصلا. ما قام به شباب الثورة هو إنجاز أكبر مشروع تغييري في تاريخ اليمن. كان مشروع الثورة الشبابية هو الانحياز للمستقبل، التعبير عن صوت اليمنيين. ما حصل في لحظة هو اختطاف هذا المشروع، عندما ذهب الجميع باتجاه المبادرة، عندما ذهب الجميع باتجاه الحصانة، كان هناك اختطاف حقيقي لمشروع الثورة الشبابية السلمية. وبالتالي كان لابد أن يعني ما حدث خلال السنوات التالية ربما كان هو جزء مما حذرت منه الثورة. الثورة كانت ترفع عنه أنصاف الحلول، يعني مقابر جماعية، وكان هذه هي ربما الذي كان الناس يعني لا يصدقوا شباب الثورة، أو لا يصدقوا هذا، عندما لا تنجز ثورة كاملة أنت تفتح قبرا مفتوح يتسع للجميع ويضيق بالوطن. وربما يعني هذا القبر التهم الكثير والكثير خلال هذا العام من الحرب. برأيك أستاذ أحمد، من الذي أعاق تشكل هذه القوى الجديدة التي كان يفترض أن تكون هي المتصدرة للمشهد؟ أولا كان هناك نخبة سياسية سائدة أو حاولت أن تقايض العدالة بالحصانة، المستقبل بالتعايش مع القاتل. ما يحدث أنه لم يتم إنجاز مشروع العدالة الانتقالية، لو كان
تم إنجاز مشروع العدالة الانتقالية، ربما كنا حدث انتقال سلمي سلس، لكن ما حدث أن فقط كان المخلوع وكانت الأطراف السياسية تبحث عن حل مؤقت ترحيل للأزمة بانتظار أن يأتي شيء غير متوقع يغير من الخارطة الأحداث، لكن ما حدث أن المخلوع ربما كان أكثر الأطراف إدارة وتحكما في مسار الأزمة، كان يعمل فقط يريد أن يضعف جميع الأطراف ومن ثم يعود، لكن ما حدث ربما في بعد خروج هادي من الإفلات من الإقامة الجبرية وانتقاله إلى عدن وتدخل التحالف، ربما هو كان غير مسار السيناريو الذي كان متوقع به، وهذا ربما ما كان عبر عنه واقع الحال، عبرت أيضا عنه الحسرة التي كان يتكلم بها المخلوع صالح بالأمس، وأيضا الحديث الذي كان يدور أيضا قبل سنة الآن تغير بشكل كامل. لو جئنا لنلاحظ مفردات الخطاب الذي كان يقوله الحوثيون قبل عام والمفردات الخطاب الذي يقول الآن الخطاب الذي يقوله أيضا الحكومة، الخطاب الذي تقوله الأطراف الدولية، ربما كان هنا حصل تغير كبير جدا. ما حدث أن هناك التهام لمنظومة كبيرة من القيم، ما حدث تجريف لحياة اليمنيين بشكل كامل، ما حدث أيضا أن المجتمع الدولي تواطأ بشكل كبير جدا، حاول أن يجعل اليمن بؤرة للصراع لابتزاز الأطراف الدولية فيما بينها البين، محاولة مقايضة اليمن بسوريا، محاولة مقايضة اليمن بالضغط على السعودية في صفقات التسليح. نعم، كما يقال يعني ربما تحولت اليمن إلى رقعة شطرنج يتلعب بها جميع الأطراف الخارجية. الحرب أستاذ أحمد أفرزت ربما تقارب عربي جديد عرف تحت مسمى التحالف العربي، ما تقييمك له خلال عام؟ بالنسبة للتقارب هذا ربما هو تقارب، هو تجمع لنادي أو لأصحاب المصالح. ما حدث أن هناك مخاطر ربما كانت بعد المناورة التعيسة التي قامت بها الميليشيا على الحدود، بعد الاستعراضات، بعد الخطابات الإيرانية، بعد أيضا أن بدأ الجميع يحاول أن يغير الخارطة السياسية أو يلتهم ما تم إنجازه من مشروع خلال السنوات الماضية التي تمثلت في الحوار الوطني وفي مخرجاته وفي التوافق على إيجاد دستور ودولة اتحادية جديدة، ربما كان هناك تحديات كبيرة جدا. السعودية بشكل واضح ولديها دول الخليج لديها مصالح لا تستطيع أن يعني أن تسكت عنها، كان هناك يعني شبه أذى في الحديقة الخلفية للمملكة، هي ترى أن اليمن تتعامل معها كحديقة خلفية، وبالتالي هي لم تريد أن تخرج الحديقة الخلفية من تحت سيطرتها، وبالتالي تم إجراء العملية، يعني يستطيع القول أنها عملية جراحية عاجلة، لكنها أيضا كانت بلا أفق واضح، بلا مشروع واضح، بلا أيضا كان شابها الكثير من الخلاف داخل أو الانقسام داخل الأطراف الدولية الموجودة. إذن بحديثك عن هذا الموضوع عن المملكة تحديدا أستاذ أحمد، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ سليمان. مساء الخير. مرحبا بك أستاذ سليمان. بداية يعني نحن نتحدث عن عام أو قرابة العام، يعني تفصل لنا أيام قليلة عن انطلاق عاصفة الحزم وحديث أيضا عن حلول سياسية مرتقبة، ما قراءتك الأولية؟ نعم، في الواقع أنه عاصفة الحزم بما احتوته من يعني مضمون عسكري وسياسي واستراتيجي هي في الواقع حدث مهم جدا وجوهري ليس لليمن والمملكة العربية السعودية فقط، إنما للجزيرة العربية والمنطقة العربية بكاملها، لأنها في واقع الأمر أظهرت إرادة سياسية مستقلة، إرادة سياسية عربية مستقلة وحازمة، وفي نفس الوقت يعني كانت في فكرتها وفي تنفيذها وفي يعني أهدافها كلها عربية خالصة، ولم يكن للأجنبي دور فيها، حيث كانت كل الأحداث في الشرق الأوسط تتم عن طريق مشاركة أو عن طريق فكرة أو بدفع خارجي، لكنه فيما يتعلق بعاصفة الحزم كانت في واقع الأمر يعني عربية
وفي هدفها وفي فكرتها وفي تنفيذها. هذا نقطة. النقطة الثانية في واقع الأمر أنه عاصفة الحزم يعني أظهرت قدرة على طرد النفوذ الإقليمي بالذات من جنوب الجزيرة العربية، والذي كان يمثل تهديد استراتيجي لأمن الجزيرة العربية، والذي تفاخر فيه في الواقع كبار المسؤولين الإيرانيين بأنهم بلغوا وسيطروا على رابع عاصمة عربية. لكن الواقع أستاذ سليمان يقول أنهم ما زالوا يسيطرون على هذه العاصمة، الميليشيا ما زالت تسيطر عليها. عن أي طرد بالضبط تتحدث؟ هل فقط على مستوى الحدود السعودية اليمنية؟ هل هذا يعني لأن الوضع يعني تقريبا كما هو عليه ربما زاد سوءا بتوسع الميليشيا في بقية مناطق الجمهورية؟ له في الواقع أنه الآن يمكن القول بأنه الإيرانيين بالفعل طردوا من لأنه قلص نفوذهم وكسرت إرادتهم، ولكنه وكذلك لم يعودوا لهم طريقة في الوصول لا لتوصيل الأسلحة ولا للدعم اللوجستي. كل هذا في واقع الأمر تم تنفيذه، فيما يتعلق كذلك حتى في النفوذ السياسي، أنا أعتقد أنهم الآن أقل نفوذا على الحوثي، وحتى الحوثي نفسه أصبح الآن يعني غير يعني ممسك نعم. لكن أستاذ سليمان يعني لو أتينا للواقع، ما هي دلالة هذا الأمر؟ يعني ما زالت الأذرع الإيرانية موجودة بوجود الميليشيا، وهناك حديث عن تسوية سياسية ربما ومشاركة في حكومة لهذه الميليشيا، ولكن تحت مسمى مكون سياسي. كيف قبلت التحالف بمثل هذا الأمر؟ لا، هو الذي يحصل في واقع الأمر أنه المكون السياسي هو بالفعل موجود كمكون أصيل في العمران السياسي في اليمن، ولا يمكن نفيه مهما كان. ما هو هذا المكون أستاذ سليمان؟ كان يعني هذا المكون، اسمحي لي، تفضل. كان هذا المكون يريد الاستئثار بالقرار الدولة وبالقوة وبالنفوذ وبالثروة، وبالفعل حازها جميعا في لحظة غفلة من التاريخ. الآن ربما يعني في اليمن في طريق للتخلص من هذا الاثار أو من هذا التحكم باليمن. لم يعد الآن اليمن في يد الحوثي، ولا حتى القرار في صنعاء الآن بيده، حيث نرى صراع حوثي صالحي واضح الآن في ساحة 70، وهذا يؤكد إنه عاصفة الحزم بالفعل فتتت الحلم الكبير لهذه. طيب اسمح لي أستاذ سليمان. نعم، اسمح لي أستاذ سليمان أنقل وجهة نظرك هذه لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الزرقاء. أستاذ أحمد، ربما سمعت الحديث الأستاذ سليمان ويتحدث عن وجود مكون أصيل ربما يعني كما وصف، وهو يعني من كان يتحكم ويريد الاستئثار بالسلطة، هو يجد الآن أنه لا سلطة له حتى على مستوى صنعاء. ما رأيك؟ باعتقادي أن هناك رؤية ضبابية غير واضحة للأشقاء في المملكة حول، ربما هو أيضا هناك هاجس بإنهاء الخلاف في الحدود، وبالتالي نقل المشكلة تحول إلى الداخل. ما يحدث أنه لم يكن الحوثيون مكونا سياسيا في يوم من الأيام،
هم عبارة عن ميليشيا منذ نشأتها، وتعاملت مع الدولة بصفتها ميليشيا، ودخلت في مؤتمر الحوار باعتبارها ميليشيا، وسيطرت على الدولة باعتبارها ميليشيا. الحديث عن أنه السبعين وانقسام وأن الحوثيون وصالح وإلى آخره، ربما هذه من الأشياء التي ليست واقعية بالشكل الكبير جدا، هي تقرأ بشكل سطحي. لا يمكن أن يكون هناك، لا يمكن أن يكون صالح أداة بيد التحالف أو حلا يمكن الارتهان إليه، ولا يمكن للحوثي أيضا أن يكون جزءا من مشروع سياسي. ما يحدث أن هناك جماعة جرثومية تتخاطط مع اليمنيين باعتبارهم أقل منها مكانة وأقل قيمة، وهناك يعني رئيس سابق مخلوع يعني قام ضده ثورة يطمح بأن يداعب أو يغازل العالم بأنه هو الوحيد القادر على تخليص اليمنيين من هذه الميليشيا. وبالتالي نحن أمام مجموعة من الأوهام يتم التسويق لها عبر وسائل إعلام للأسف ساهمت فيها خلال الفترة الماضية وسائل إعلام خليجية، أقلام أيضا خليجية دخلت في هذا الموضوع وتحدثت عن مسار ثالث وخط ثالث، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا. ما لم يتم المكاشفة الحقيقية بين دول الخليج وبين دول التحالف بينها البين، هناك مشكلة بين ما تريده السعودية وما تريده الإمارات، وهذا شكل واضح ولا يمكن أن يقول يعني أحد أنه غير موجود. هناك يتجلى هذا الموضوع في تعز تحديدا، هناك اختبار للنوايا الحقيقية أن تعز كانت محطة من محطات الخلاف بين دول التحالف، إدارة ملف أيضا صنعاء ودخول صنعاء، ما حدث أيضا من ذهاب الحوثيون إلى السعودية، كان هناك اتفاق للتسوية، تراجع الخطاب عندما يتحدث الآن عسيري وعندما يتحدث الآخرون أن هناك تسوية وأن الحوثيون نرحب بهم كمكون سياسي يمني. لم يكن الحوثيون في يوم من الأيام مكونا سياسيا، هم ميليشيا وما زالوا ميليشيا، وبالتالي التعامل معهم وما زال في أيديهم سلاح وما زال والدخول معهم في مفاوضات وما زال لديهم قوة وسلاح وأيضا أحقية حق إلهي، يتحدثون عن الحق الإلهي. لا يجب أن نقول أنه تم تدمير المشروع الميليشاوي في اليمن، بالعكس الآن الميليشيا تتغلغل بشكل كبير جدا، هي تستفيد أيضا من حالة الارتباك والخلاف داخل دول التحالف، وبالتالي على التحالف أن يقول بالفعل ما الذي يريده في اليمن. بعد مرور سنة يجب أن يجري مراجعات حقيقية. الحديث هناك قرار دولي رقم 2216 ويجب على التحالف ويجب على العالم أن يسعى لتنفيذه، أيضا يجب على الحكومة نفسها الحكومة اليمنية أن تخرج من حالة السبات، وعلى الرئيس هادي أيضا أن يتحمل مسؤوليته تجاه اليمنيين بشكل واضح. حتى لا ننتقل إلى نقطة أخرى، فقط أعود للأستاذ سليمان. أستاذ سليمان، يعني وجهة نظر الأستاذ أحمد أنه لا يوجد مكون سياسي بهذا الاسم، بالعكس هي ميليشيا دخلت مؤتمر الحوار كميليشيا وانقلبت على الحكم كميليشيا وما زالت تحارب اليمنيين كميليشيا، على تفاوض مع المملكة كميليشيا، يعني حتى تفاوضها مع المملكة كميليشيا، كيف يمكن القبول بها كمكون سياسي بعد كل الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمنيين، خاصة يعني وهو والأستاذ أحمد يقول أنها تستفيد من حالة الارتباك الموجودة في التحالف الذي لابد أن يكون أكثر صراحة بأن هناك الكثير من المشاكل بين الدول، خاصة يعني هو قالها بين السعودية والإمارات تحديدا، وظهر جليا هذا الخلاف في يعني قضية تعز. نعم، أنا في الواقع أذكر أنني في عام 2014 عندما كان الحوثيون يعني في قبل أن يدخلوا صنعاء كان الحوثيون يحاولون السيطرة على عمران، كنت في برنامج إذاعي في إذاعة عربية وكان معنا زملاء يمنيين، وقلت أنا أحذر من هيمنة الحوثيين على القرار في صنعاء، وأحذر من هذه الجماعة الظلامية وأهدافها، وكان الزملاء اليمنيين المحللين الآخرين يعني يخالفونني يقولون إنه الحوثيين جماعة أصيلة بالمكون السياسي اليمني. هذا كان في يمكن 2014، وكنت أنا أقرأ المستقبل لأن هذه الجماعة أنا يعني أعرف أنها يعني لها أهداف بعيدة في السلطة ولها طموحات واسعة، والآن لا يمكن القول بأن عاصفة الحزم سنت من أجل إنهاء الحوثيين أو من أجل تطهير اليمن منهم أو من أجل تصفيتهم
أو نأتي حتى تهميشهم. ليس هذا هدف عاصفة الحزم. هدف عاصفة الحزم التي الرئيسي المعلن هو عودة الدولة اليمنية وقيام الدولة، وبالتالي إطلاق الحوار بين اليمنيين، لأنه موازين القوى داخل هذه الدولة هذا شأن يمني، لا دخل للخليجيين ولا للعرب ولا للخارجيين. إدارة الأزمة الداخلية يتم بإشراف الدولة وداخل الدولة وداخل مؤتمر الحوار الوطني، ولا يتدخل في أحد. كيف يعني كيف توضع المثاقيل السياسية وكيف تعدل الموازين القوى السياسية؟ هذا أمر. نعم، كيف تفسر أستاذ سليمان يعني تغير الخطاب؟ يعني يتضح نعم. تغير كيف تفسر تغير الخطاب خلال هذا العام؟ يعني في البداية كانت هي ميليشيا ولا يمكن أن تدخل في الحكم ولا يمكن أن يتم التحاور معها كميليشيا، الآن أصبح يعني الموضوع يمني بحت ويحله بشأن داخلي. يعني هناك من يرى أن يعني بوجود الاتفاقات التي حدثت أو ذهاب الميليشيا إلى السعودية ووجود بعض الاتفاقات التي حدثت جعل المملكة العربية السعودية تغير من خطابها تجاه هذه الميليشيا. لا أختاش أطلاقا، نحن نردد هذا الخطاب، أنا رددته في قناة الجزيرة وفي جل القنوات، قلت أنه لا التحالف العربي ولا السعودية تريد تهميش أحد أو تصفية أحد في اليمن، يهم التحالف العربي، العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، عودة الدولة. ولم نقل في يوم من الأيام إننا ضد الحوثي أو ضد الزيدي أو ضد الحزب الأصولي هذا أو ضد ذاك. نحن في الواقع واضحة أهداف عاصفة الحزب كانت إعادة الدولة اليمنية تمارس سلطتها بصنعاء، وقد اقتربت عسكريا من ذلك، ولكن إذا كان في من المتاح دخول صنعاء بدون معركة فأهلا وسهلا، وإذا كان الحوثي نعم. سيترك السلطة سلما فأهلا وسهلا. فكل حال هذا في الواقع لا ينبغي أن يكون قتال، لأنه بيان عاصفة الحزم الذي صدر ليلة 26 أو فجر 26 مارس 2015 واضح، ويمكن أن يعود له أي محلل. وماذا عن تعز أستاذ سليمان؟ وماذا عن تعز؟ يعني هو الموضوع الذي تعز الواقع، أنا في الواقع محتار من موضوع تعز، وبالفعل أشارك من يعني يبدي بعض التفسيرات، لأنه بالنسبة لي أنا كمراقب أجد موضوع تعز في شتمن الغموض. يعني يقال ان هناك تباينات، ويقال ان هناك استهداف لمكون سياسي، انا في الواقع لا يمكنني الجزم بذلك، لكنه انا كمراقب من بعيد ارى انه طبوغرافيه المدينه اولا، وسبق الحوثيين والعفاشيين لهذه المدينه وتطويقها قبل وصول قوات أرضية لليمن، لأنها طوقت قبل تحرير عدن. هذه أسباب جوهرية جدا، ونعلم أن الحرب في اليمن العليا يعني تختلف عن الحرب في اليمن السفلى، يعني من ناحية الجيوسياسية ومن ناحية الجغرافية كلاهما. ولذلك أنا أعتقد أنه بالفعل يعني اليوم الطيران في تعز يضرب قصف شديد أكثر من قصف في أي منطقة أخرى، ولم يثمر هذا القصف الجوي الذي يقوم به التحالف. إذن في مشكلة مؤكد، في مشكلة في إدارة المعركة، في إشكال، من الواضح في إشكال، لكنه لا يمكنني تفسير أن هناك سوء نية أو إلقاء التهم على اختلافات التحالف أو تباينات، لأنه في الواقع التحالف الآن يبذل جهد و
رغم ذلك وكسر الطوق والحصار وعاد مرة ثانية في يعني أنا أعتقد في سوء في إثارة المعركة العسكرية في تعز، إضافة إلى الطابع الطبوغرافي أو نعم أستاذ سليمان، ربما تبقى تعز هي علامة الاستفهام الكبيرة سواء أمام الحكومة اليمنية أو أمام التحالف حتى. شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل السياسي سليمان العقيلي، كنت معنا من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني ربما عول الأستاذ سليمان على سوء إدارة المعركة، ما تعويلك أنت؟ ما يعني ما هو التفسير المنطقي خلال عام لم يعني تحسم معركة تعز، وهذا يعني كما تحدثت هي علامة استفهام ليس فقط يعني يتساءلها من يعيشون خارجه، إنما أيضا من هم في أرض المعركة هم أكثر تساؤلا. طبعا كان هناك أكثر من نقطة أثارها المحلل سليمان العقيلي، لكن إذا اكتفينا بالرد المختصر الخفيف، هو يتحدث عن تحالف يعني عفاشي حوثي في تعز، وأنه هو المسيطر وأنه هو السبب إلى حد كبير، ويتحدث أيضا عن سوء معركة. طيب أين ذهب الخلاف الذي كان يتحدث عنه؟ أن هناك خلاف بين الحوثيين وبين العفاشيين، وأن التحالف استطاع أن يكسر أشق عصا التحالف هذا، بينما ما زالوا متحالفين في تعز. كيف يتضاربوا في صنعاء ويتحالفوا في تعز؟ الموضوع كله ربما أكثر ليس أكثر من توزيع أدوار بين هذه القوى، لكن تعز ربما هي اللغز الكبير الذي يتضح فيه جليا فيه. أولا من خلال عدم وصول إمدادات عسكرية، عدم ظهور مشاركة عمليات للتحالف بشكل دقيق وشكل واضح ومساندتها، يعني ما زلنا نرى أنه مئات المدرعات تصل إلى الميليشيا من الحديدة، من صنعاء، من إب، من كل الطوق الذي محيط بتعز، ومع ذلك وصلت مدرعات الجيش إلى كرش وتوقفت. لا يمكن أن نقول أن هذه الأشياء تحدث تلقائيا أو أنها سوء إدارة. لا، هنا لم يتخذ قرار لتحرير تعز، ولم يتخذ ربما باعتقاد أن هناك مشكلة كبرى جدا. أولا ربما هناك خلاف حول إدارة تعز، ربما هناك خلاف أيضا من قضية أنه الإصلاح من يتصدر جزء من المشهد الكبير في تعز، والمقاومة في تعز يتهم أنها جزء من الإصلاح، وبالتالي وهذه ربما هي تقديرات غير صحيحة في مجملها، لأنه نعرف أن من خرجوا في تعز هم شباب تعز، وهم جميع الأطياف سواء إصلاحيين أو ناصرين أو اشتراكيين أو إلى ذلك، وبالتالي كل الشباب خرجوا والناس، ويعني حتى ريف تعز شارك في هذه المعارك، وبالتالي ما يحدث أن هناك خلاف أيضا داخل القيادة السياسية. هناك من يريد لتعز أن تبقى القيادة السياسية اليمنية، اليمنية بالتأكيد تريد أن تبقى تعز مساحة للصراع والاستنزاف. هناك طبقات لم تجهز التحالف أيضا، ربما هناك معلومات، هناك من يرى أن هناك ضغط على السعودية، هناك الإمارات، الدور الإماراتي يبدو أن هناك دور واضح في الإمارات أنها لا تريد لملف تعز أن ينتهي. ربما هناك صفقات معلنة يعني حتى غير تعز. الملف الأكثر أيضا ربما شبهة وفيه أكثر من غموض، ملف صنعاء أيضا، ملف صنعاء وصلت القوات وتقدمت إلى نه ووقفت، وكان هناك إمكان أن تتقدم، لكن ما يحدث أن هناك صفقات سياسية. طيب هناك أحمد، أطراف هناك يعني مثلا قبل أيام كان معنا الأستاذ عبد الهادي العزازي وطرح فكرة أن السعودية عليها ضغوطت من قبل أمريكا من أجل عدم تحرير تعز لتحتفظ بها كورقة مفاوضات، أو أنها تريد إنهاء الأمر كحل سياسي. إذا أردنا أن نتحدث عن الموضوع أخلاقيا، لا يجوز أن تتحول حياة الناس وأرواحهم إلى أداة للابتزاز والتفاوض. يجب أن يتم فصل الملف الإنساني والملف وحياة الناس عن التفاوض. هناك الكثير من الملفات التي يمكن التفاوض بخصوصها سواء مع الحوثيين أو مع صالح. يعني ما زال هناك إذا كانوا يريدون أن يضغطوا على صالح، لا يمكن أن يضغطوا عليه إلا بتجميد أمواله، بملاحقة أبنائه، بإلقاء القبض عليهم كقتلة وكمشاركين وكمجرمين. لكن أن يتم استخدام تعز كورقة، أن يتم استخدام أمن اليمنيين وحياتهم كورقة للتفاوض والابتزاز، هذه جريمة كبرى جدا، وهي أيضا تؤكد أن العالم لا تحكمه الأخلاق بل تحكمه المصالح. لكن هناك من يرى أن أيضا هناك المخاوف لدى
التحالف وهي مخاوف ربما أو اختلاف الأجندات. هناك أجندات واضحة جدا، ربما الآن هناك الحوثيون يروجون أن الآن توصلنا لاتفاق مع المملكة سنتفرغ الآن لتعز. عند هذه النقطة أستاذ أحمد اسمح لي أن نتوقف، لينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الشريف عضو الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير أستاذ. أستاذ علي، يعني مر عام على الحرب وهناك حلول سياسية تلوح في الأفق، ما هي قراءتك؟ والله الإنسان يقيس هذه العام، هذا العام الذي انصرم من منطلق الأهداف التي يحلم أن تكون تحققت. نحن كان هدفنا في الأساس أو ما نتمناه هو أن يتم استعادة الدولة، أن يتم إنهاء حكم الميليشيات وتعود الدولة وإنهاء هذا الانقلاب الذي أدى إلى انسداد للتسوية السياسية. بلا شك أن هذا العام يعني أحدث كثير من أو اختصر كثير من ال. هل تحققت هذه الأهداف؟ هل عادت الدولة وانتهى حكم الميليشيا؟ لا بالطبع، ما زال هنا يعني مشوار طويل في هذا الجانب، وأنا أقول أنه يفترض أن يتم الانتقال الآن إلى موضوع ترتيب الجبهة الداخلية الميدانية. عاصفة الحزم أدت دور كبير في كسر هذه الميليشيات وفي منع أن تتحول اليمن إلى كانتون إقليمي لدولة كإيران ممكن أن تؤثر على أمن المنطقة العربية، ولكن لا يغني هذا الأمر عن أن يجب أن تصب الجهود باتجاه لملمة الوضع الداخلي، ترتيب الوضع الداخلي، المؤسسات. يجب أن نقلص الفجوة بين الشرعية، السلطة الشرعية، وبين الميدان بشكل كبير. نحاول أن نضع لذلك الخطط. أمامنا مشوار طويل في هذا الموضوع حتى يتم إعادة استعادة الدولة، هيكلة مؤسساتها، ضبط الأمن، الفوضى الأمنية الحاصلة، ضبط وضع الناس، إصلاح وضع الناس أو وضع الناس المعيشي والإغاثي، وضع الجرحى، وضع أسر الشهداء. الحرب خلفت يعني مآسي كثيرة جدا ومسؤوليات كبيرة أمام السلطة الشرعية. باعتقادك هل سيتم القبول نعم أستاذ علي، هل باعتقادك هل سيتم القبول بوجود الميليشيا كمكون سياسي في المرحلة القادمة؟ هذا أمر يعني مستحيل، وأتمنى يعني أن لا يحدث. طبعا هذا الأمر سيكون محل رفض من قبل اليمنيين بعد هذه التضحيات الكبيرة التي قدموها. لا يمكن أن يقبلوا بأن يبقى هناك حكم للميليشيات. لا بد أن تكون يعني لن يقبل اليمنيين بأقل من دولة كاملة السيادة وحدها من يحتكر العنف. لا يوجد من ينافسها في امتلاك القوة والسلاح، وإلا فإننا سنبدأ من نقطة الصفر وسيبقى هذا الصراع أزلي. ولن نصل إلى تحقيق أهدافنا بالمطلق. نعم أستاذ علي، ولكن يعني ما يتم تداوله في الإعلام الخليجي بالذات أنه سيتم القبول بهم كمكون سياسي، هناك لغة خطاب اختلفت واضحة لمن يتابع، ما رأيك؟ الحقيقة أنا لم أرى أي اختلاف بالنسبة للخطاب السعودي أو الخليجي بشكل عام، أو حتى يعني الخطاب السلطة الشرعية، هو أننا يعني دعاة سلام. ألا يعد مجرد القبول بهم كمكون سياسي بعد الحديث عنهم كميليشيا وبأنها هي من خربت البلاد وبأنها العدو الرئيسي لليمنيين، الآن القبول بها كمكون سياسي ألا يعد هذا اختلاف في الخطاب؟ أنا أستبعد تماما أن يتم القبول بالميليشيات هذه وهي ما زالت يعني تمتلك قوة وسلاح. في حال تم نزع السلاح واستعادة الدولة، ماذا عن الحديث عن العدالة الانتقالية أستاذ علي، وما يعلق كثير من الذين فجعوا بأبنائهم وبذويهم وبأموالهم أيضا أنهم يعولون على العدالة الانتقالية كثيرا، هل توضع في الحسبان أم لا؟ سيقبل هذا أمر بالغ الأهمية جدا. يعني هذا الملف يجب أن يعاد الاعتبار بعد أن أهمل في 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 حوارات الحوار الوطني ومخرجات التسوية السياسية. يجب الآن أن يبحث عن هذا الملف بشكل كبير. فكرة العدالة الانتقالية يجب أن يتم التعامل معها بعدالة كاسمها، حتى يتم يعني رأب الصدع، وحتى يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولملمة هذه الشروخ التي أحدثت هذه الحرب
لا بد من العدالة، وإلا فلا جدوى من أي تسوية. إذن شكراً سياسية. شكراً لك أستاذ علي الشريف، عضو الهيئة الاستشارية للمؤتمر الرياض، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. يعني المبعوث الأممي يتحدث عن قبول الميليشيا بتنفيذ قرار 2216، هل تعتقد أنهم فعلاً سيحققون الميليشيا هذه الوعود أم أنها كالسابق؟ ربما من المهم جداً أن نتوقف عند فكرة الذاكرة المثقوبة. هذا الخطاب التبشيري الذي يقوم به والد الشيخ، قام به جمال بن عمر سابقا، كان بداية خطابا تبشيريا لمفاوضات جنيف الأولى وجنيف الثانية والآن الكويت. يعني بالأمس كان وزير الخارجية يقول أنه سنقبل بالحوار مع الحوثيين باعتبار مكون سياسي. كيف تحولوا إلى مكون سياسي فجأة؟ بعد كيف تراجع الآن يعني يتحدث التحالف أو ناطقين باسم التحالف ويتحدث مسؤولين أنه حتى وزير الخارجية السعودي أنه نقبل بالتفاوض والحوار مع الحوثيين؟ ما الذي تغير؟ لم تنزع أدوات العمق. طب هذه التغييرات لو سمحتي فقط أكمل الفكرة، أنه ما يحدث الآن أنه لم تنزع أدوات العنف من لدى هذه الجماعة. من 2000 تجربة اليمنية مع هذه الجماعة من 2004 هي تجربة مريرة. ربما تناسى الجميع ما الذي حدث، لكن ما زال التاريخ الأسود لهذه الجماعة يجب أن يكون حاضرا. عندما نتحدث عن جماعة ما زالت لا تعترف بأنها أخطأت أو أجرمت، وكيف ممكن أن نذهب معها إلى تفاوض؟ ما يحدث أنه العالم العالم لديه مصالح مختلفة، الإقليم لديه مصالح مختلفة، مصالح اليمنيين للأسف تتناقض أو تتقاطع مع هذه المصالح. أنه مصلحة اليمين الأولى هي في تحقيق العدالة، استعادة الدولة، التخلص من الميليشيا، ملاحقة القتلة والمجرمين أينما كانوا، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تسويات على حساب دماء الأبرياء وعلى حساب الجماجم وعلى حساب التضحيات. هناك تضحيات كبيرة جدا. لا يمكن أن تقوم بالتسوية حكومة عرجاء، حكومة لا تجرؤ على العودة إلى البلد، حكومة يعني تخذل الجرحى، حكومة تخذل المحتاجين اليمنيين. تحول المسؤولين إلى مجرد يعني متسولون يعني، وبالتالي فقدوا، تركوا اليمن، تركوا الشارع اليمني، تلتهموا الميليشيا، تلتهموا جماعات العنف، تركوا مدن كاملة تسقط في أيدي الميليشيا دون أن يغيثوا أحد، تركوا القاعدة تسيطر على مدن. وبالتالي كيف يمكن أن يعول الحل على هذه النخبة؟ يجب أولا يعني على النخبة هذه أن تعود إلى رشدها، عليهم أن يعودوا إلى اليمن، عليهم أن يكونوا جزء من الحل، لا الاستمرار كجزء من المشكلة. لا يجب أن يتفاوضوا بناء على حساب الأرواح اليمنيين، عليهم أن يعودوا إلى اليمن. إلى هناك لدينا عاصمة مؤقتة محررة فيها قوات وفيها جيش وفيها وفيها وفيها، لماذا لا يعود إليها؟ لماذا لا يعود يعني إلى مأرب؟ ما هي الأسباب؟ يعني هل هناك أسباب أمنية؟ لا يعني ما يحدث أن هذه النخبة السياسية منقسمة بينها البين، ما يحدث أن هذه لديها مخاوف من تصفيات معينة، لديها أيضا مخاوف من أن هناك فشل في إدارة الملف الأمني، الملف السياسي. يجب أولا على الأطراف أو الذين ذهبوا فعلا إلى الرياض يعني أن يعودوا إلى اليمن، لابد أولا أن يعني يقيموا حوار داخلي بينهم لكي يتفقوا ما هي أولويات الحكومة. لا يمكن أن لا يعقل أن نكون الآن في شهر مارس وإلى الآن لا توجد موازنة للدولة، ما زالت الموازنة تسلم وتصرف من لدى الميليشيا. لا يمكن أن موارد البلد تذهب إلى الميليشيا ونتحدث عن دور فاعل للحكومة. الحكومة معناها أن تشعر بالآخر بالمواطنين. ما هي هناك مسؤولية أخلاقية ومسؤولية اجتماعية. الدولة هي فكرة أولا. عندما يكون هناك رجال دولة نستطيع أن نتحدث عن انتقال سياسي لمرحلة ما بعد التخلص من الميليشيا، وبالتالي رهان اليمنيين يجب أن يكون على من يكون قريبا منهم وليس من يكون بعيد عنهم. طب أخيرا أستاذ أحمد، يعني حتى يعني أستفيد من بقية الوقت، يعني هناك نقاط طرحها ولد الشيخ أنه سيبدأون بالانسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة واستعادة الدولة. هل يعني تجد أن هذه انفراجة لما يمكن أن يعني تقوم بها الحكومة مستقبلا؟ لن تنسحب الميليشيا نهائيا. الميليشيا تراوغ، هي تراوغ يعني مجموع ميليشيا، هي اسمها ميليشيا، لا يوجد لها عهد ولا ميثاق ولا أخلاق. الرئيس السابق الرئيس يعني يتفاخر بأنه يستطيع إدارة، وأنه كان بالأمس يقول أنه سيضحي بمليون يمني. هل من هؤلاء المليون اللي سيضحي بهم أحد من أقاربه أم أبنائه الذين يسكنون في الفنادق وفي الإمارات وفي بيروت وفي غيرها من العواصم؟ وبالتالي لا يجب أن نحن إذا ما لم تكن قوة يعني هناك حق، لا
لكن الحق يحتاج إلى قوة، قوة تسنده وقوة أيضا تؤمن به وتدافع عنه. وبالتالي الحديث عن أنه الميليشيا ستتصدق علينا وستنسحب من المدن، وبالتالي هذا يعني عبارة عن استهلاك الوقت وكذب على اليمنيين وخداع. يعني نحن نطالب يعني مطلب بسيط جدا، أن يتم فعلا العودة إلى الميدان، أن يتم الاهتمام بالجرحى، اهتموا فقط بالجرحى وبالشهداء الذين يعني فقدوا حياتهم وهم دافعون عن كرامة الدولة وعن الشرعية. لا يجب أن تتخلى عنهم، ولا يجب أيضا أن تتخلى عن قضية نزع سلاح الميليشيا بالقوة واستعادة الدولة بشكل حقيقي وليس بشكل مجزأ. هذه ربما أهم رسالة نود أن تصل إلى الحكومة الشرعية. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أحمد الزرقة، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.